شفنا كنت جايب المرقوم جايبته للسوق ربع باش تبيعيه جايته وانت فرحانه تو فرحانه فرحانه باش نبيعه ونخلص فلوس ونخلص شو جبتي للسوق اليوم؟ عرفت ليه؟ طبع الأولى؟ هاي طبع الأولى. تسمع بالسوم باهي عاتيك تخدمي، السوم ما تماش ما عادش تخدمي، تقعد ديريك ضفت عمر غلفت علينا. محتاجين وما عندناش خلاص، ما عندناش مورد رزق هذا هذا ناكلوا منه هذا كل شيء. إيه مرقوم كي تبيعيه فيه مصوار فيه يجيب لك. كان السوم باهي. باهي السوم مش باهي مش باهي. كان السوم باهي قداش تصوروا فيه؟ على الأقل 70,000. 80,000. قديش تقعد تخدمي فيه؟ شو قلت لك تسمع بالسوم به تخدم على الأقل شهر. شهر. لذا كان السوم مش به تقعد بحط ثلاثة شهور. بعد كيبدا السوم به في شهر تصور فيه 70,000. 70,000 ونرضوا به. ترضي به. حتى 10,000 فرنك ترضى به. خير ما ثم شيء؟ والله. أما خير شيء ولا محتاج؟ أجرين 75. نسمع فيك تحكي على الزربية، تجيبوا انتم المرقوم وتجيبوا الزربية. احنا المحور المرقوم، الطعمة تجينا غالي، نجيبوه لهنا، يحبوا يشروا على كيفهم، لا فما بلدية، لا فما سوق، لا فما حتى شيء، التاجر يحب على كيفه، هذاك صاحبه يبيع له، هذاك ينقص له، هذاك يزيد له، واحنا نرضوا باللي يجي، باللي فما هذاك هو. كانوا بالغالي يشروه، كانوا بالرخيص يشروه، احنا اللي نعطوه للطعمة أكثر من اللي يربحوه. واحد صار يبقى شهر في قطعة، شهر ونص. يأخذ 150,000 وهي تسوى 1,000,000 تسوى 900,000 نبيعها ب 400,000 450,000 ما أكثر. هذه أكبر قطعة ويقول لك هذاك هو السوق، هذاك هو السوق يا أخوي. سوق عمل لي سوق، عمل لي سوق رسمي لهنا وبلدية ونعدي الأداءات وسوق رسمي نحبه كل شيء على ونعدي الأداءات ونعدي كل شيء ونبدا ضميري مرتاح. وانت ما فماش جهه تنجم تعطيكم حقكم ولا تقول راهو القطعه هذه تسوى ولا صاحي نحبوا نشوفوا احنا علاش كان التاجر هو اللي يبيع وهو اللي يشري وما نعرفوش ما نعرفوش سوم ومغمومين هكا تجي الحاجه يقول لك هذه كذا وكذا تبيعها وما تعرفش عليها ينقص لك واش يحب يطيح لك اش يحب البلديه اش يحب ما ريتش حتى بلديه لهنا فين البلديه تيجي تالي السوق رسمي خلعتي اموري قانونيه وناخذ بونو اللي نعطيت من كذا لكذا ولاني خلصت من كذا لكذا وعلى السوق هذا الرسمي ما رجعت شيء. من اللون من الطابعه من اللون الطابع ما يقربش السوق. لا الطابع ما عنده حتى دخل كل شيء في السوق لهنا تطبع يعمل تطبع وتخرج مرقومك على روحك ولا زربيتك والكل يجي لهنا للسوق باللي تسوى هما راهم هما السوم اللي حددوا باللي تسوى هذاك هو ما تعرف على حتى شيء قطوس في شكاره ما
ما تعرف على حتى شيء، لا سوم ولا تدري على حتى شيء. اللي فهمته منك انه التاجر كي يبيع الزربيه يربح فيها اكثر منك انت. اكثر مني اكيد طبيعي. بدي يجيب لي سوق، خليه يقنعني السوق، نشوف شكون يشري شكون ما يشريش، خليه السوق هنشوف هنشوف. شو بك انت تشريها تبيعها تاخذها من عندي تبيعها من تحتك شنو معناتها؟ خنشوف نقتنع ليه شوف ترى. هو يقول لك هذه دلاله، كان ظهر لك تبيعي ما ظهر لكش ما ظهر لكش روحي بالك. صحيح، احنا ما عندناش سوق، احنا تبيع والدلال يبيع على كيفه ويربح على كيفه ويجيب لك الفلوس. صار ما تنجمش مش تقولي لا لا تقول لي لا تقول حتى شيء. اللي تجيبه سيء اللي يجيبه اللي يجيبه يمده لك يقول لك هو من كيت لكيت. صدق الله العظيم. وصلت الوقت قالوا لك سيء هذه جابت 250 نجم تقول وربح شتيش وربح بها ما تقولش تبيع حطت في البيوع حطت صيع وتبيع وتقبلها الشيء تاجر ومشط على روحها لا تدري عليها لا تسوى لا اكثر لا سوت لا ما سوتش لا تدري عليها تسمع كذا شوفونا عملوا لنا حل عملوا لنا حل عملوا لنا حل عملوا لنا شكون يبيع لنا الطعمه تابع الدوله مثلا مراقب ما يبيعش من راسه واعطينا السوق اللي يشري شكون يشري والبلد يتخلص وتسجل و... ونبيعوا حاجتي قطعتي نبيع حاجتي نروح بها ما يفرض علي حتى واحد صلاه وبارك الله فيك الخدمة نتاعك توتي الدلالة تجيك القطعة زربية ولا مرقوم تدلل بين التجار ويصير زيد زيدوا عليها التجار بكل واحد زيادة من آخر سوق تشاور مولاك وتبيعها مزيد هذا مزيد هذا مزيد علينا كل يوم أربعة هكا اثنين وأربعة نص نهار نص نهار نبداو السوق السلعة اليوم شنو هي لا قليلة اليوم السلعة مش برشا انتاج قليل مفهمش انتاج قليل عندك فكره علاش ولا ثم ظروف مفهمش قبيله على السلعه مفهمش معناها مش قاعده تخرج السلعه الناس كلها عندها سلعه ومش قاعده مفهمش بيع معناها قليل السلعه الانتاج قل زاد الانتاج قل والبيع قل السياحه مشكل سياحه مفهمش سياحه خاطر الاكثريه سلعه يحبها السياح حتى التوانسة ياكلوا هذا هي خدمة وجد حتى سوم بي واحنا نحب نبيعوا لها سوم بي حاب نخرجوا لك باش نحافظوا على الانتاج. وانت تكون محايد ولا تحب ترضي طرف؟ لا احنا الاكثريه مع المراه. مع المراه. مع المراه هي اللي خدمت وتعبت وكذا. تعبت وكل شيء احنا معاها. قد ما تقب قد ما تبيع اغلى وتقب فلوسها قد ما تزيد هي تتشجع. تنتج وتزيد. تبيع. كان السوم رخيص ما تبيعش تبيع. وهي بتبيع مش تصور برشا. ما فيش برشا مربوحه. صحيح. عندكش فكره قداش مربوحه في القطعه؟ والله ما كنا في القطعه تصور 30 40000 30 40000 يقعدوا برشا يخدموا فيها. انت ولد كبر فما جمعه فما جمعتين فما شهر قد ما تكبر قد ما تو شهر ب 40000 لا كيبدا خدمه كبيره مثلا ثلاثه على زوز هكا 70 80 100000 ماكسيموم 100000 تو ما حد شيء قطعة صغيرة تلقى فيها 30 40 ألف قطعة كيما هذه ممكن تلقى فيها 70 80 ألف هذه كان السوق معناها فما قبيل وفما انتاج وغالي شوية وقتاش يكون السوق قوي وغالي؟ تلقى فما بيع تلقى الناس كل تبيع سلعتها وتحب تجدد فما طلب يغلى السوق تلقى ما فماش بيع ولا هم يقولوا نساء وقت اللي يجوا تجار من خارج القروان اي موجودين وشكون هما واحد ولا اثنين والسوق كامل مع في 5 6 الناس ما عادش ثم تجار مش كما بالتسعينات والثمانينات تلقى يكون 30 تاجر ما بين القروان وسوسه والساحل 4 5 تجار فهمتش يعني قبل ضعيف الله يبارك عايشك ربي يخليك